مساكم الله بالخير، أهلا وسهلا بكم في السهرة 12 من يا هلا رمضان. نستقبل فيها شاعر الشوق والعشق، شاعر المحطات والمراحل، من ترك بصمة واضحة لا تطمسها السنوات ولا تنسخها الأيام في الساحة الشعرية والغنائية. ضيفنا وضيفكم سيف العشق الشاعر الكبير والقدير مساعد الرشيدي، نعود إليه مع الذكريات بعد هذا الفاصل. مساكم الله بالخير، أهلا وسهلا بكم في حلقتنا 12 مع سيف العشق شاعر الكبير مساعد الرشيدي. مساك الله بالخير. مساء الرضا، يا هلا فيك، كل عام وانت طيب. الحمد لله على السلامة. مسي عليك وعلى السادة المشاهدين، وليلة مريحة إن شاء الله. وجودك مو مريحة بس، مريحة وممتعة ومستفزة إن شاء الله، شيطنة وجمال. أنا بين الأيادي طال عمرك. تسلم. المنطقة هذه بفيصل منطقة الذكريات، ذاكرتك أنت طبعا مزدحمة، أنت يعني تنقلت في أرجاء المملكة بحكم عمل الوالد، ثم بعد ذلك أيضا صح عملك أنت شخصيا. ماذا تحمل، يعني ماذا تحمل لنا ذاكرتك اليوم؟ طبعا أنا مواليد 1382 هجري، 24/4، إذا بتحسبونها بالهجري يطلع 54، تحسبونها بالميلادي 53. حلوي، خلك عادي أنتوا عاد اختاروا. طبعا أنا برجع لأقدم الذاكرة، أنا ولدت في الدمام، كان والدي يعمل في الجيش، وكان أيامها عبد الكريم قاسم وأحداث الكويت، كان يعني مهدد احتلال الكويت عام في الستينات الميلادي. كان جامعة الدول العربية اقترحت أن تكون في دول جيوش من الدول العربية تكون في الكويت مرابطة، وكان والدي من ضمن الجيش السعودي المشاركين في الكويت. انتقلنا للكويت، كنت صغير يعني ما أذكر هذه، كل هذه الذاكرة يعني خارج يعني التذكر. رحنا الكويت، سكننا عند خالي، جلسنا تقريبا سنة. انتقل والدي الحالة إلى الحدود الجنوبية. طبعا بالمناسبة خليني أبدأ بتعظيم سلام لأبطالنا اللي على حدودنا الجنوبية، من الخوبة الجيزان إلى نجران. أنا ما أغار من ما أغار كثير منهم، ودي أني أكون اليوم في خندق منهم أكثر مني أكون في الاستوديو، وهذه مش يعني للأمانة، هذا شعور كل سعودي. طبعا انتقل والدي، كانت الطرق صعبة والمواصلات صعبة، فضل والدي أنه يتركنا في الكويت مدة سنتين، بعدين انتقلنا إلى جيزان. أنا 89 دخلت سنة أولى، وكنت طالب جيد، ولد مهووس باللعب والغناء. يعني أتذكر أني كنت راكب في ظهر ونيت وأغني، أول شيء أتذكره أقدم ذاكرة عندي وأغني، ما أعرف إيش كنت أغني. إيش غني ما تتذكر؟ ما أعرف أغني، يمكن 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 هلوسات أغنيها، لكني كنت سعيد الحمد لله. أنا كنت شبه مدلل للوالد، ما يعني الحمد لله كان والدي وضعه متوسط يعني ما كان، لكن كنا الحمد لله يعني مكتفين، يعني ما نمت جوعان يوم الحمد لله. الله يطول عمره، وأتمنى له بهالمناسبة الشفاء له والوالدتي، والله يسعد مساهم. نعم والله ما يشوف شر، سلامات على الوالد. الله يسلمك. نعم صحته أفضل طبعا. لا الحمد لله، كان بداية رمضان شوي تعبان. لا الحمد لله، والله كان تعبان، لكن الحمد لله الآن أفضل، والدعاء له الله يشفيه ويجعلني إن شاء الله ما أذوق حرة. طول عمره أنا أموت فيه. طبعا أنت صاحب القصيدة الشهيرة، إيه يا أبوي لا يلحقك، يا أبوي لا يلحق شك ولا ريب، ارفع حجاجك وارفع الرأس عالي، أنا شبابك لا غزى راسك الشيب، وأنا عضيدك لو تجور الليالي. ليالي الله، الله يرزقنا بره إن شاء الله. والوالدة أيضا لها تأثير عليك، الوالدة والوالد الوالدة كل شاعرة أصلا. أي كلهم شاعرة، أي شاعرة، لكن طبعا بحكم يعني التقاليد وكذا. ولا والدتي لها قصيدة مخلدة الآن في منطقة اسمها الضحايا عندنا في منطقة الشويمس في حائل، لها قصيدة وكتبتها عمر 15 سنة. تخيل أنا غار من أمي. وش تقول؟ تتذكر قصيدة هلا هلا بالمزن وخشومه نغر، اللي تلم ضعوننا يا خوية
يازين مرباعة اليسال وخضر واشرف على مزالهم بالضحية. الى الان كل ما مروا الربع من 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 الديار غنوها. فانا غار اذا 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 يموت الشاعر او يهرم الشاعر وباقي له بيت يردد. الله الله يمسيها بالخير. وش قصتك مع الوالد وانت صغير؟ والله هي قصيده اول. طبعا انا بقول لك شيء، انا كنت يعني مهووس بالقراءه من الصغير وانا صغير، فوقع بين يدي ديوان اسمه ما يختار من شعر خير ما يلتقط من شعر النبط، والله اظن هذا الاسم. فحفظت تقريبا، حفظت انا كنت سنه ثالثه ابتدائي، حفظت تقريبا وعجبني الشعر، ما ادري كيف اتجهت له. في يوم من الايام كانت فيه بنت جيراننا، كنا نلعب في الشارع وصارت مسكينه مرضت وسووا لها عمليه، فكتبت بهذه المناسبه العظيمه قصيده. وكان والدي عسكري وجاي من الدوام الظهريه في جيزان، كانت المنطقه يعني رطوبه وحر، وجاي تعبان، وعادة إذا جاء يتغدى ويرقد. تقريبا الساعة 2 الظهر كتبت القصيدة وجيت. قم قام أبوي، قلت بسمع القصيدة. ها؟ قلت بسمع القصيدة. والله وأسمع الخربطية، طبعا قصيدة لا تقال لا. طالع فيه، قال أقول أمه قل قصيد زين ولا يضحكون عليك الرجال. وظلت هذه العبارة النقدية على أوراقي لليوم. الله. وبعدها متى المره الاولى اللي اثبتت انك شاعر حقيقي؟ ابطيت. ابوي صعب، ابوي كان خايف علي اني اقول شعر مو زين. ابوي عنده ذائقه جميله، يعني من اجمل يمكن من مصادر الهامي الشعريه الوالد. بس انت خطك غير السائد في 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 بيئتك او كان في كان يجب ان يكون كذا يعني. احنا لازم ان يعني طبعا نشوف اساس، بس ما ما, ما أنا استفدت من تنوع الأماكن اللي عشت فيها. أنا شمالي وعشت في المنطقة الشرقية، ولدت في المنطقة الشرقية وعشت تربيت في الجنوب وعشت في الوسطى، وأنا أهلاوي الجزء الحجازي الجميل فيه إيه؟ فأنا خليط من المملكة. أنا أحب هذه الأرض وأثرتني، أثرت قاموسي الشعري. طبعاً أنا للأمانة عشان أكون صادق، أنا ما كنت أخذ الشعر محمل الجد، كنت أحب الشعر لأني تعرف مسؤولية الحياة وكذا. فأنا أعتقد أني ما أخذت المسألة إلا بعد تخرجي من الكلية، ما أخذت المسألة جد إلا بعد تخرجي من الكلية. التقيت بالزملاء فهد عافت، سليمان المانع، ناصر السبيعي، نايف صقر، الأمير بدر عبد المحسن الله يطول عمره، مجموعة شعراء، كنا جروب جميل التقينا، كان يعني هناك تفاعل بيننا وكان هناك يعني حركة شعرية جميلة. أنت تقول لولا شلة الشعرية ما استمريت، هذول هم اللي أشعلوا طبعا تحدي ده. وهم كانوا سابقيني، يعني هم سبقوني مش شعريا، سبقوني وعيا في الشعر، سبقوني في الوعي الشعري. أنا كنت يعني تقريبا متخلف، حتى أني كنت متخلف شعريا، كان شعري هواش حتى التقيتهم. هم كانوا بحكم أغلبهم كانوا عايشين في الكويت، وكان هناك انفتاح إعلامي في الكويت، وكان هناك ثراء ثقافي للأمانة، استفدت منهم. طبعا أنا بقول لك شيء، أنا أكثر ثقافتي أستمدها من خيالي، أنا ولد ساكن في الخيال، أمر الواقع 5 دقائق وأرجع تقهوى مع شاي وأرجع الخيال. للحين؟ إلى الآن. ولا بكرة؟ إلى الآن، إلى الأبد، لأن أنا أشوف أنه في خيالاتي براري، مفازات متوحشة إلى الآن، جياد نافرة ما 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 عسفت إلى الآن. طيب نسمع قصيدة، نسمع قصيدة تشبه حالتك هذه؟ لا أنا أسمع. أنت فاجأتني في السؤال، لكن أنا بسمعكم. أنت فاجئ أمه أنت بصيدك عاد. أنا بسمعكم. ما يفاجئك سؤالي. قصيدة اسمها جينا. يقول جينا والميعاد عيونك، وميعاد عيونك ما يكذب، يا بهجة خاطر مظنونك، أبعدهم عن بالك وقرب، ونجف الوجد بمكنونك، دنك بين ضروعي واشرب، مفتونك يبقى مفتونك، واللي يستغرب يستغرب، والله ما فيهم من لونك، لا زين وصاف ولا مذهب، أنت أغلى والباقي دونك، وانت أحلى منهم وانت أعذب، وانت اللي حبك ما يخونك، وانت اللي يخونك ما ينحب، توك تدري إني مجنونك، أجال من أول وش تحسب؟ سلام. الله 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 الله، صح لسانك. صح. طيب
قصتك في الالتحاق بالفلية العسكرية والعمل العسكري لها قصة أيضا. اي طبعا كانت رغبتك رغبة الوالد رغبة المحيطين؟ انا طبعا انا كنت في الدراسة كنت جيد اول ما بديت، كنت من الاوائل حتى وصلت مرحلة ثانية ثانوي شوية، ما اقول دشرت، قربت من الدشرة. دشرت الا؟ دشرت الا يعني دشرت يعني الحمد لله ما دخلت لا سجون ولا، بس كنت شقي يعني. فاقترح علي الوالد اني انا اطلع من الجنوب، كان اخوي بشير الله يطول عمره يدرس في جامعة البترول والمعادن، فقال روح عند اخوك يعني اجلس فتره كذا، انت يعني الان فشلت دراسيا، فاقترح ان تروح عند اخوك يعني تغير عن المنطقه الجنوبيه. سجلت في ارامكو، رحت ارامكو درست هناك في الاي تي سي لغه انجليزيه 8 ساعات فول تايم، سنه وتقريبا ونص. بعدها كانوا لي زملاء ملتحقين في الثانويه العسكريه في الكليه العسكريه في الحرس الوطني. الثانويه العسكريه كانت ايامها ثانوية عسكرية وبعدها سنة ونص دبلوم علوم عسكرية وتتخرج ضابط. فقلت أنا كان عندي إحساس داخلي إنه لازم أخذ الثانوية، حاولت أجيبها منازل ما قدرت. رحنا للكلية، كان تسجيل يعني مقابلة شخصية، ودخلنا على المقابلة الشخصية أنا جاي شعور ودنيا وتعرف ما كان في مادة واجد يعني الأمور الظروف ما كانت سيئة بس ما كانت جيدة جدا. فدخلت وأنا ودي يعني كنت وقتها كنت أجلس كل ما يطلع واحد من اللي عملوا معه مقابلة أسأله وش قالوا لك، فعرفت يعني. وأنا كنت للأمانة كنت قاري يعني جيد في حدود يعني، أنا الآن ربع مثقف مش مثقف كامل، أنا كسول قرائيا. المهم أني دخلت على المقابلة الشخصية، كان فيها اللواء سلامة بن هدى الله يمسيه بالخير تقاعد الآن، هو كان رئيس اللجنة، هو رجل سليط لسان وصعب. دخلت أول ما قابلت رقيب دقن صلف، وكان أول ما تدخل يحطون لك القوس اللي هو يقيسون الطول عندك. فاستفزني بكلمة قال لي نزل كعبك، هو انت بكرامه يقول نزل الحذيان بس كعبك خلاص. وانا التفت كذا قلت خربت، عنا في رئاسه تعليم البنات ولا في رئاسه الحرس الوطني، كانت هي مرات علي صوتي قال لي وقتها كان النقيب سلامه وش فيك؟ قلت هذا يا طويل العمر جاي نسينا، احنا جايين من بيوتنا من هناك جايين نبغى نرفع روسنا وهذا، ويقول لي نزل كعبك، انا ماني لابسين كعب، اللي لابسين كعب في بيوته. قال وانت جاي تبغى العسكريه وشعورك كذا؟ قلت انا لو اني خايف من شعوري ما جيت العسكريه، عارف قلت حلقون الروس. قال طيب روح حلق شعرك وتعال. قلت لا اختبروني وانجح، اما اروح حلق شعري وساقط لا ما يصير. اي والله الله يذكره ولا يزال يذكره اليوم. فطبعا التحقت في الكليه وكنت من الاوائل خريج، انا كنت من الخامسه في الكليه، والحمد لله دخلت بعدين. انا ضابط مدفعي كتيبه المدفعيه، واستهوتني المدفعية لليوم تستهويني يعني. لا تقول هذا تناقض. اي لا لا، انت اليوم واصل لرتبة عميد. انا عميد، نتمنى لك الاستمرارية. امين ان شاء الله. وانت سعيد طبعا. خلينا نتذكر معك المحطات الغنائية. نتذكر نسمع. لو تدرين وش انا منها خايف، انه باقي ذكرى حسايب، إنه باقي لك من الذكرى حسايب. أخاف شوق الألم، حب جديد أبكي عشق مجنون، حب جديد أبكي عشق مجنون. الله يحييك يا حب اللي فات، حب اللي كله حب بس لعيونا، حب اللي كله حب بس لعيونا، حب بقصى فوقي بس لهوى. عين تشرب تشوف وعين تضمك، لا ذبحني ضماك ولا رويتك. انطلبت الغلا قلت الغلا جاك،
ابوك البيت بيتك وعين عيني تشرب كشوف وعين تضمك لا ذبحني ضماك ولا رويتك وصوتك اللي بك علي من ليالينا عاد لو غاب صوتك وش بقالي عن خطأ الجرح والونة وعجبه لو يصد شوي ولومة وذكر بول المسفارة حتى أنه ليهك ذكر زمان أول نسى نومة وذكر بول المسفارة حتى أنه ليهك ذكر زمان أول نسى نومة ايش الجمال هذا؟ جمالك طال عمرك الله يخليك، وين مساعد على الاغنيه يعني؟ والله انا يعني اغاني ناجحه يعني ما في اغلب الفنانين غنوا لي، لكن تعرف يعني يمكن شوف الاغنيه نتاج شعر ولحن ومؤدي فنان. احنا منطقه المملكه العربيه السعوديه منطقه شاسعه، الاغنيه تحتاج شليليه، تحتاج مجموعة يكونوا مع بعضهم، يكون الفنان متوحد والملحن متوحد مع الشاعر، هذا نفتقده في المملكة العربية السعودية. أنا يعني بالصدفة يكلمني فنان والله أنا أعجبني النص هذا، ودي أجلس معه أقول لا لا أشوف أنت عندك تبرير ثاني، إحنا راصدين عليك بنقوله في المحاكمة. طيب عندك فلسفة في موضوع الأغنية، بس مو الحين، بس أنا اللي لفتني أغاني ناجحة، أغاني لليوم يعني الحمد لله الناس تسمعها ويعني لك نكهتك الخاصة. الحمد لله أني ما غنيتها أنا أي لا أشوى الحمد لله، يعني في حكمة في الموضوع. طيب عندك أنت شيء في الفتوى، قصيدة أو قصيدة في الفتوى؟ أي عندي فتوى، عندي فتوى شعرية لها موقف طريف إن شاء الله أحصلها في الديوان. هذا طال عمرك فيه قريب لي، كنت في رمضان قبل يمكن 5 سنوات 6 سنوات، كنت طال عمرك جاني قريب لي قال لي انا مرسل لك رساله ما شفتها بالجوال، قلت لا والله، قال شوف شوف واشوف الا كاتب انشدك وابغى منك فتوى وتفسير، فتوى الشيوخ اهل اللحى والعمايل. لا صرت اكلم شخص مزيون وصغير هو يجرح صيامك اللي صرت صايم، هذا هو يقوله، هو يقوله طبعا اي ميله، بس هو يعني يبدو لي ميله، انا كنت توقعت وقتها يعني فاجأني، فقلت إن الشعر له وهو اللي استفزني أكتب القصيدة، رديت عليه أفتيته كما يقولون. إن كان هرجتكم مودة وتقدير يلي على لامع عشيرك مهايل والود صافي من جميع المحاذير ولا يلحقكم في بعض الأحوال لايم وفي صوتها حل وخرافة وساطير وسحر وبخور وتمتمات وعزايم وقامت تدفق من شفايا مفاتير رش خفيف ومكتفيتها نسايم ياخذك من نشوة الصحوة التخدير ثم يتمرجح بك هديلة الحمايم وحسيت لو انك على الأرض بتطير وقامت تحلق بك غمايم غمايم وقامت تحضر بك جميع الطوابير وانت متنثر ومتقسم قسايم وصارت تضاريسك مروج ونوافير وطقسك غدا ما بين ممطر وغايم وصارت صباح الخير عندك مساء الخير وصارت صباح الخير عندك مساء الخير وتقطعت فيك السبل والغنايم ذي ما تبي فتوى ومن غير تفسير كلم يعلك ما تجيب الغنايم. الله الله صح لسانك. الله يبارك. طيب الـ تتذكر اول امسيه لك وين كانت؟ في القريات. في القريات كيف في كانت القدر. كيف كلموني هالقريات وهذا شرف لي كبير وامسيهم وامسي على القريات بيت بيت، كانت ليله في العمر ما انساها.
اتصلوا علي، كنت بادي وقتها بادي انشر يعني، كان لي الشرف انهم يعني يستدعوني، وكانت امسية عظيمة، يمكن شاركت اغلب القريات في الامسية هذه. تتذكر اول قصيدة نشرتها؟ ايه. وش كانت؟ كانت في مجلة النهضة عند الاستاذ مسلم البحيري، الله البحيري اظن. اذا ما وش كان النص؟ يا شفا يا اضحكي عند الوداع، ودي يطبع بسمته بين الضروع، اذكرها يعني. بس هذا البيت اللي كان الديربي بينك وبين نايف صقر ولا بينك وبين؟ لا يزال. ايه الديربي بيني وبينه، احنا نتنافس شعران وفهد ايه بس 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 ونايف. ايه انت ونايف كان الديربي كان ديربي. ايه ولا يزال. ولا زال. ايه بس انه الحين غاطس في التجاره الرجال، خلاني خاني. لا لا نايف ترى ضيفنا بعد كم يوم ان شاء الله، نسأل عن ملف التجاره. الله يوفقه ان شاء الله. والله نايف صقر الشعر، نايف فعلا على اسمه نايف صقر. نعم محلق. اليوم ذاكرتك مع المجلات الشعر الشعبي، من المجله اللي كان لها دور كبير في وصول مساعد للعالم بدون شك المختلف. والمختلف عشان اقول لك سر، اول ما طلعت من بيتي. كيف؟ كان ايام اول ما يعني اول ما بدوا يعني في اعداد المجله، كنا نجتمع في بيت، انا كنت عزوبي، كنا نلتقي حتى الامير بدر عبد المحسن، كنا نجي في بيت عندي وانا وفهد ونصر السبيعي ونايف صقر ومجموعه والله ما اذكر الاسماء الان، كنا كانت الطبخه اول عدد نطبخ في بيتي. وطبعا المختلف مع مجله فواصل، ايضا مجله قطوف في عهد محمد ال الشيخ الله يذكره بالخير. مجلات يعني، بس يعني بس قبلها كانت، كان انا ترى ادين لمجله اليمامه السعوديه كما يدين لها كثير من الادباء في السعوديه طبعا. يعني والاستاذ راشد الجعيثن تحديدا الله يمسيه بالخير، هو استاذي، هو اللي تبناني، انا كنت راسل من بعيد لا يعرفني ولا اعرفه، وكان يشجعني وكان يعني يحفزني للابداع، وللامانه هو اللي خلاني اعقلها واتكل الله يذكره بالخير. كنت تردد في نشرك؟ كنت تردد من اسلوبك الشعري في ذاك الوقت؟ اي والله كنت اتردد طبعا، لكن من اول ما دخلت، اول ما شفت اسمي مطبوع خلاص انتهى الموضوع، انتهى التردد عندي، حبيت الوضع، استمتعت. للامانه يعني بقول لك شيء، انا يوم من الايام ما كان يغريني الشاعر، وكنت يعني اشوفه مو لقب، او يمكن يكون لقب معيب بعد، حتى نشرت وشفت تفاعل الناس معاي وشفت تقدير الناس لهذا الشعر، وحتى طبعا لمحت الشعر بنظره اخرى ما كنت اشوفها اول، يمكن من قراءاتي، يمكن من اختلاطي بالشعراء الزملاء اللي معاي، شفت ان الشعر هذا يعني مدى جميل لي، افق راقي، قوس كزح امشي له حتى اتعب، امشي له حتى اموت. والشعر يعني الامانه اضاف لحياتي اشياء كثيره، انا شاعر اكثر مني انسان. نعم يعني هي لا تناقض بينهما، ولكن اليوم سعد هل هو نفس الاشتعال اللي كان زمان؟ اي مطول. اي مطول. طيب نسمع شيء جديد او قديم اللي ودك؟ نسمع، لان اليوم والله الطلبات من من من, من والله اول هم افضل شيء يسمعوا شعر من اول. لا والله كل شيء زين منك، لكن من اول ما اعلنا الحقيقه من امس والطلبات متواليه والاسئله متواليه. طيب يقول عذروب وصلك جمر وهذا الذي محليه، يا بهجة النفس بقفاها وبقبالها، وليل انضوابك عذي يا علني مبكي، يا زين شمسك ويا محلى تختالها، سبقت قبل الفجر والفجر ما يمديه، يلحق سنة مفرق الحجة ويبرالها، هذا الضحى جازلي وهذا المساء بسريه ويحلها، يا وزين الروح حلالها، عشقك سوالف مطر جاب الوسم طاريه، لا جابتك ليلة الفرقة على بالها، تبغى ندلك ندل، تبغى نتيه انتيه، الناس ما شي غير رضاك يحلالها، ما دمت نعس هدب تسر عيونك ليه، خل السهر لي وهدابك على فالها، ما دمت باشا على عرش الغرام وبيه، الناس للناس والجدران لظلالها.
الله الله الله، صح لسانك. طيب نسمع، نختم بالكنة هنا لأن راح تطلب كثير. خلنا نقصف من بدري. بقولها من الذاكرة بس. طبعا يقول عذب السجايا وعود أبول الكنة، متى تزين السوالف واخذ علومة، وسامحة عن خطات الجرح والونة، وعاتبه لو يصد شوي ولومة، وذكره بول المسفار حتنة، اللي يتذكر زمان أول نسى نومه، يوم إنه أقبل خدينا الروح يوم إنه، وأقبل ترعيه والقومة هي القومة، من يومها والحشا معاد لخنة، إلا لصوته ومعادة وملزومة، عفري هنف للضلوع وجاله انحنة، واستانست له فياض القلب ورجومه، لبى جبينه اللي ارتج الغطاء كنة، برق يصب الرفيف بكبد الديمومة، ما أقول شفته وشفت البيض يتلنة، أقول شفته وشفت الشمس منجومة، ما أقول كنا الجديل الليل لكنه ليل انخرح الظلام وضيع نجومه، يا قبلة الله هك العنقود لا منه، قام يتهجش إذا عطرة ويشمومة، فيه انتهى النور لا هو بدأ منه، فجر النعس بالوريد ونام بهدومه، ورد انتفر على الحمارة قلت أباك إنه اليامته والحنايا منه مفتومة، صد وتلعثم هديلة قلت ما عنا بل مشيحة وريحانة وقيصومة، الله عطانيه والله يعطيه الجنة، واللي سجد بالهواء كل الموسوم. الله صح صح. طبعا أنت ما كنت متصور إن هذه الأغنية تلحن؟ طبعا إيه؟ كانت مستحيلة إيه؟ أصلا من أصعب النصوص الكتابية، اللي أقول لك شيء، هذا أكثر نص جلست 9 شهور أكتبه، هو يعني الأمانة هو نص كتبته قبل زواجي، قبل زواجي قلت خلني أشوف، كان أذكر 4-3، قلت خلني أشوف وش 4-3، إحنا قبل يمكن زواج، أطالع أشيل ورقة التقويم اللي مكتوب هذا اليوم يوافق يوم الكنة، وفيه ما أدري كيف نحرث الأرض، ما أدري وتبدأ قلت حنحرث وتيسرت الأمور. هذه قصيدة في أم فيصل، عسى الله يخلي لها عيالها ويستر عرضها إن شاء الله. خليها إن شاء الله، خليها لك، تستاهل أم فيصل، الله يطول عمرك. طيب حنا راح نتوقف مع ما نبشنا شوي في الذكريات، بس إن شاء الله تلاحق في يا رجل خلها مغطى الله يخليك. لا كل شيء زين. طيب فاصل ونعود لكم بعد قليل، نحاكم في محكمة يا هلا الشاعر الكبير مسعد الرشيدي. اهلا وسهلا بكم، لازلنا مكملين مع هذه الحلقة الماتعة، مشاعرنا الكبير مسعد الرشيدي في الحلقة 12. أهلا وسهلا بك أبو فيصل. أهلا فيك يا مرحبا. نبدأ المحاكمة. توكل على الله، مع أني أول مرة أدخل محاكمة. حاكمة خفيفة. يلا توكل على الله. حاكمة محب. تقول نصا: نحن الشعراء من صنعنا نجوميتنا بأنفسنا، ونحن صنعنا نجومية الوسائل. طبعا تقصد المجلات الشعرية. نعم. بدون شك يعني. فالمختلف مثلا خرجت من بيتي وذكرتها قبل قليل. اليوم الشعراء موجودين، ولكن دون ذلك الوهج، دون ذلك لأنه ما في وسيلة، ما عندنا وسيلة إلا التويتر للأسف. وتايهين إحنا. الحقونا. طيب البرامج الشعرية ما في برامج، ما في. أنت للأسف حتى القنوات صارت قنوات زواجات وابن. للأسف يعني عندك مادة خام عظيمة ما حد قادر يستغلها، عندنا فلكلور عظيم، عندنا شعر عظيم، عندنا ثورة شعرية عظيمة في الجزيرة العربية وفي الخليج بشكل عام، ما حد، ما فيه واحد فنان لا 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 عنده رؤية يعرف طيب يمزج هذه الأشياء يعني يظهرها على الشاشة الناس قطعين يعني برامج. طبعا الحياة تغيرت وبالتالي الوسائل تتنوعت عدل. الحياة ما تغيرت، الناس تغيرت. طيب الناس تغيروا، يمكن اهتمامهم بالشعر قل، يمكن بالعكس زايد الهوس زايد. يعني لم تملا الفراغ البرامج؟ لا لا لا. طيب هي فراغ البرامج فراغ صارت. طيب خليني اقول لك شيء، يعني عشان اقرا لك نصا ما ذكرت انت، يعني انتقدت بقسوه الشاعر المليون، تقول طبعا لا مش بقسوه، لا لا خليني بس بقرا لك كل اللي قلت وبعدين انت وبعدين حتى انتقصت من اللجنه التحكيميه ووصفتهم بالعليميه لجنه التحكيم. انا قلت كذا والله اسويها والمضحكين بعليمية ومضحكين، معتبرا وضعا اعتبرت ان خروج الناقد علي المسعودي افقد البرنامج قيمته النقديه. طبعا كتبت على حساب علي بس ما هو نقص فيهم هذا في الحياه. وبعدين كتبت ايضا
عبر حسابك في تويتر تقول شاعر المليون لم ينصف أهل الشعر وأنصف أهل الدفع، وبرنامج البيت لم ينصف لا هؤلاء ولا هؤلاء. بعدين أضفت في تغريدة أخرى، برنامج شاعر المليون عملاق، مشكلته اللي يفوز فيه لا يستحق، اللي يصوت أكثر يأخذ بيرقه والدليل الشبرمي وغيره. ثم بعد ذلك وجهت نصيحة للقائمين على شاعر المليون وبرنامج البيت بقولك: لدي نصيحتان. أولا لشاعر المليون، توقفوا وأعيدوا صياغته. لشاعر البيت، اختصروه بأقصر وقت ممكن، الزمن يفضحه. بعدين أكدت في تغريداتك أن برنامج شاعر العرب أفضل قيمة من شاعر المليون، لكن الأخير تفوق إعلاميا على حد قولك. شوف، عشان أجيك من الأساس، طبعا هذه يعني رؤية نقدية كتبتها بكل الحب لهم. لا شك أنه شاعر المليون أحدث ضجة إعلامية للشعر بدون شك، وأضاف له، لكن ما فيه عمل، ما إحنا أنا كواجبي كشاعر ولي خبرتي وعمري في الشعر، لابد أني أنا أتفاعل مع هذا البرنامج، أنتقده وأصفق له، أصفق له بأشياء كثيرة، لكن أنتقده. إحنا نوصل لمرحلة أنه صارت العالم تجمع في ولدنا فلان تكفون الحقوه قطات، يعني ولدهم هذا ما راح يطلع من الشعر، راح يطلع من القطات. فشاء البيرق صار الرمز اللي عليه البرنامج، صار كله قطات. يعني مساعد الرشيدي ابن الحلال لو يروح مع شاعر توه ولدي، لو روح مع فيصل ولدي شاعر يتفوق، وعند فيصل فلوس أكثر مني يتفوق عليه ولدي، وهذا قهر للشعر وقهر للفكرة. هذا الأساس اللي نحتاج عليه. البيت، برنامج البيت أيضا برنامج جميل، فكرته جميلة، لكن أنا عندي غيرة على سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد بن راشد فزع. هذا رجل، هذا ديواني من تحت من الخيرة، هو اللي طابع ديواني ودعمنا ودعم الشعر، وشاعر عظيم وجميل، والأمانة تربطني فيه علاقة أخوة وزمالة، أغار عليه. وبرنامج الشعر فكرة جميلة، أنا في تصوري أنه كان يجب أن يكون أفضل من كذا. هذا اللي في تصوري. وش نقدك فيه عليه بالضبط؟ لأنه يا أخي أنت تجيب لي نص بيت شعر وتخلي الناس تكمله، وتطلع لي شاعر وتعطيه جائزة على نص بيت، ما يصير. تعرف أقولك شيء، أقولك سر، كل ما يجي يطلعون بيت يتصرون عليه أصدقاء وناس يدور ترزق له، تكفى دعمنا عطنا. وقد كتبت بيوت لهم؟ لا والله. ليش؟ لأني حسيت أنها غش. يعني أنا أضد التزييف يعني للأمانة. نعم. طيب، عندك أنت أحيانا لما طلعت على تويتر جانب فلسفي أو الفكري أظهرته، يعني أراءك، يعني مثلا عندك شيء قريب كتبته تقول: بكت أمريكا على محمد كلاي رحمه الله، وبعدها بأسبوع بكت على 50 ماتوا على يد سفاح مسلم صدفة. نعم. أم شيء آخر؟ لا، صدفة أم شيء آخر. صدفة أم شيء آخر. إيه، أنا طبعا الله يرحم محمد علي كلاي، كان محمد علي كلاي رجل مسلم، علشان بس تكون كيف رسالتنا للأمم الأخرى، للديانات الأخرى. محمد علي كلاي كان مثال عظيم للرجل المسلم. لما مات حضر رؤساء الرئيس كلينتون يعني في تأبينه، في مراسم عزاءه، نكست الأعلام الأمريكية، توحد العالم إلى هذا الرجل المسلم العظيم اللي حول الملاكمة إلى مع أنها شكل عنفي، إلى يرقص يحلك هذا كالفراشة ويلسع كالنحلة. كان جميل، وأيضا كان مؤمن بالله، رفض أنه يلتحق في فيتنام، قال: ليش أسافر إلى فيتنام أقاتل ناس ما أسألي. وفي الأخير كانت رؤيته صح، أمريكا عظمته. بعدها ب24 ساعة يجي مسلم أهوج للأسف ويدخل على هذا. تحكي يعني محمد، أنت هنا حكيت عن أمريكا. أنا أتكلم عن أمريكا والعالم، مو بس أمريكا. لا لا، أنت تحكي عن هذا البلد بس. أنا وشو بوصل له؟ شو بوصل له؟ بعدها ب24 ساعة يجي واحد يقتل مسلم. يعني شوف الآن، في الصورة الأولى كانت صورة الإسلام جميلة في شخص محمد عبده، بعدها يعني كان لو صبرنا بس لو اسبوع بس جلس، وبعدين يقتل محمد علي بس محمد عبد. بعدها بليله تقريبا يجي واحد ويقتل 50، كانه يقتل لبساس في الشارع. بس ابو فيصل، مثليين او غير مثليين ما يهمني، هذه انفس طبعا وقتل 50. طيب. فانا ما اظن، يعني انا استبعد الصدفه عن هذا الوضع طبعا، لكن ما كانت متعمده. كان الان تشويه الاسلام، لكن هل يحق لنا متعمد تشويه الصوره الاسلاميه في داعش وفي أمثالها؟ متعمد. الإسلام أخطر
ما يكون على الآخرين، على الديانة الأخرى. هو خاتم الأديان، والرسول صلى الله عليه وسلم جاء للأمة الأخيرة حتى يبعثون برسالة عظيمة لا يستطيع يوقفها لا أمريكا ولا الغرب ولا الديانات الأخرى. اللي يخطر واحد يوقف ينشب في نحرها حنا بعض المسلمين للأسف. يجب أن نعيد ترتيب أوراقنا في دعوتنا. الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ الدعوة سرا ثم فصدع بما وعرض على المشركين. إيه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم دخلوا الناس الإسلام ما هو بالسيف، دخلوا الناس بحب الدين. نبغى نوصل هذه الرسالة. يعني أنت زي ما تقول فيصل أن بلانا منه وفينا. بلنا بلانا منه وفينا. طيب بدون شك. خليني أخذك في زاوية ثانية شوي إذا سمحت لي. فضل. أنت عشت في أمريكا فترة من فترات. إيه؟ كيف كانت التجربة؟ شوف والله بلد عظيم ما في كلام. طيب هل يحق لنا اليوم كمتلقين لما نقرأ هذه التغريدة أن نقول أن مساعد الرشيدي معجب بأمريكا لأنها تحتوي الجميع؟ نعم أنا معجب بأمريكا. أمريكا أقوى دولة في العالم في السلاح، في العلم، في الإعلام، في الاقتصاد، في الديمقراطية. أمريكا الديمقراطية الحقيقة في أمريكا، لا فرنسا ولا بريطانيا، الديمقراطية الحقيقة في أمريكا إلى نوع ما. طبعا ما هي كاملة، لكن أنا أتذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في بداية الإسلام لما قال اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، كان يقصد عمر أبو جهل عمر بن الحكم وعمر بن الخطاب. فجاء عمر بن الخطاب وصعد في مكة، يا أهل مكة أني مهاجر غدا خلف هذا الوادي، فمن إلى آخره، واعتز الإسلام. أنا أقول الله يعز الإسلام في أمريكا ولا في روسيا؟ ليه لا؟ عندنا 200 الآن في 200 مليون مسلم، 200 مليون أمريكي، خلوا منهم 100. طيب. مليون مسلم ليه لا؟ طيب شو اسمه برجعك إلى مساعد الرومانسي شوي. يلا يا ليت. حزين من اشتا يا طير، هذه كتبتها في أمريكا؟ إيه. إيش القصة وإيش النص؟ أنا طبعًا في أمريكا ترى والله ما كنت سعيد واجد، لأني الغربة، أنا كان عندي يعني مرض الغربة للأمانة، حنيت الوطن أكثر من اللازم. فكنت في الشتاء وكانت في طيور مهاجرة تجي عادة يعني في 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 أوكلاهوما، وكنت يعني قريب من النافذة، جاء طير صغير ذابح البرد، وقف على 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 حديدة الشباك وجالس يطالع لي، وانا كنت زهقان وكانه يقول افزع لي وانا اقول انت افزع لي. فاقول حزين من الظما ولا حزين من الشتاء يا طير؟ دخيل الريشتين اللي تضفك حل عن عيني، دخيل الماء وحزن الماء وملح الماء قبل ما تطير، تهيل الهبوب اللي تصافق في شراييني، دخيل الغصن والظل الهزيل وهفافات عصير، دخيلك لا تشح بنجمتي والليل ممسيني، ترفرف يا فقير الريش ضيقة والنهار قصير، علامك كل ما لي الجناحك جيت ساريني، أنا ماني بخير وجيت يمي وأنت ما أنت بخير، وأنا يا طير في من الهجاد اللي مكفيني، ترى لو شفت لي ظل ومهابة في عين غير، ترى كل الذهب اللي معي جرحي سكيني. الله الله. هذه غناها منشد اسمه محمد العبد الله، وغناها سليمان الله يمسي سليمان المانع بالخير، غناها محمد سليمان. توقع صوت سليمان المانع حلو لو غناها؟ والله سليمان المانع حلو بكله، غناه ونقام وغناه ونقصد. لا بس نمازح يشوفنا سليمان الحين. الله يسعد مساك. طيب اخذ الحقوق يعني اخذت طلب منك حقوقها محمد العبد الله المنشد ولا هم يغنون؟ لا والله المنشدين فري. إيه؟ توكل على كل ما واحد اتصل علي ابغى انشد قلت شيلها. يتصلون عليك يعني؟ ها؟ يتصلون عليك؟ بعضهم يتصلوا بعضهم من عنده مسامحهم انت. عاف الله يوكلهم على الله، بس اهم شيء ما يخربون الموضوع. ان زالت شنها معهم وما زالت. طيب خلي برجع لك الاغنيه لان كنت بنقول لك المحاكمه. شوف انت عندك راي في موضوع الاغنيه، تقول ان في عز طفره الشعر الشعبي. نعم. والفنانين يدورون على الشعر الغنائي وشراء الاغنيه لانهم لا يملكون نفس الوعي الذي نملكه شعري. صح. ثم بعد ذلك قلت الفنانين أو الفنانون يبون أحد يساعدهم ماديا، ومساعد ما يقدر، أنا اللي أبي قروش. طيب هل هذه فعلا المعاناة الوحيدة؟ تغير الفنان اليوم صار لازم الشعر يدفع؟ نعم ومالومة. المشكلة للأمانة ما عندنا فنان عنده وعي في الشعر، أقربهم محمد عبده ومش كثير بعد أحيانا، وعبد المجيد اختار معك، وعبد المجيد اختار بس يختار من عين تشرب شوف، يختار له 20 مصيبة. يعني شعر تعيس للأمانة، يعني أغلب الفنانين أسمع لحن رايق، أشوف الكلام والله أستحي، والله أستحي أكمله، ذائقة تعيسة
وتصدير مخيف للشعر. عندنا افضل شعراء في الجزيره العربيه، افضل كلهم رحابنا. يا اخي عندك بدر عبد المحسن، عندك فهد عافت، نايف صقر، سليمان المانع، عنده غلط اي شعر. في شعراء جميلين حتى الان جدد، سعد العلوش، حمد زيت، شعراء جميلين موجودين. شعر الان واصل الشعر الشعبي لذروته. يا اخي روحوا لهذا، ما تتركوش التجار الشنطه الشعار اللي يجونكم، تركوا اصحابكم. كل ما نجحت اغنيه استنسخوها 10,000، مثلا واحد قال لصار حبيبك عسل لا تنحس كلها، نجحت في اغنيه جابوا لصار حبيبك واستنسخوها حتى اكثر من استنساخ الخروف اللي طلعوه قبل 20 سنه. استنسخوا الاغاني. تعطيني قصيده استنسخوها؟ ها؟ تعطيني قصيده استنسخوها؟ نجيب لك قصيده. لا مو قصيده لك، في شيء استنسخوه منك؟ لا ما ادري. لا, لا بس نفس انا لا يمكن استنسخ ابدا. هذا غرور و لا ما هي غرور، ما هو غرور ثقة. انا ان شاء الله انا صعب. شوف أي. انا حطيت بصمه لي. اي شاعر حقيقي لا يمكن يطلع من بصمتي هذه الا مقلد. المقلد عادي ممكن في بداياتهم ممكن يتاثر. انا قلدت شعار في بدايتي، لكن في الاخير قلدت من كل شعر يعجبني. قلت خالد الفيصل، بدر عبد المحسن، كل شعر يعجبني قلده. علي القحطاني قبلها، حجاب بن نحيت الله يمسيه بالخير هو اثر فيه كثير، وخلف بن هذال، كل شعر اللي يسبقوني قلدهم، كل شعر اللي يسبقوني اساتذتي، كل واحد، كل شعر جميل استاذي. طيب اشتقت لك قبل اجيك؟ وجيت واشتقت لك. سيف العشق. كيف اطفي الريح بثيابك وكيف اشعله؟ كيف اتنثر على جمرك وكيف احتويك؟ نقضت ليل الحرير وجيت منت الهلك، سميت بلي في تنيبك وقلت ابتديك، هذا اول الدرب او هذا الطريق اولك؟ جيت اتوقع عذابات المدى واهتديك، شوقي مسافه وهمساتك مدار وفلك، ان ما ضميتك غلا يعلني مرتويك، ايه اعرفك واعرف اني من غلاك اجهلك، مرات اشوفك واخاف اني مشبع عليك، مرات اشوفك واخاف اني مشبع عليك، مرات اضمك واخاف اني مشبع عليك، مرات اشوفك بنفس الوقت واتخيلك، وانشد كفوفي عن اخر سالفه من يديك، اعن لك لو تصب الموت واتهيلك، واجوع لك واتمنى خنجرك واشتهيك، ما قلت لك عمر سيف العشق ما يقتلك، ما تشوفني حي قدامك وانا اموت فيك. الله الله الله. ما قلت لك عمر سيف العشق ما يقتلك، ما تشوفني حي قدامك وانا اموت فيك، اشتقت لك قبل اجي وجيت واشتقت لك البارحة طول ليلي بين هذه وذيك، مليت جمر انتظارك واستحيت أسألك، وحسبتني ما بعد جيتك وفكرت أجيك، أثرك بقلبي من البارح وأنا استعجلك وأثري نسيتك من الفرحة وقمت أحتريك. الله الله الله، صح لسانك صح. طب مصير النص هذا محمد عبده فترة، بعدين عبد المجيد غنى محمد سليمان، لكن للأسف ما غنى بشكل جيد. أنا يعني الأمانة حتى لو كان ومفتوح أي واحد بيغني أنا مستحيل. لا محمد لحنها وكان على أساس أبو نورة يغنيها، بعدين عبد المجيد مفروض النص عنده. والله ما أعرف شو اللي صار بالضبط. شوف يا طويل العمر، أنا رجال علي أكتب قصايدي، أنا لا شاعر. إذا توصل بين المرحلة أتصل على فلان تكفى غني قصيدتي، للأمانة حتى لو غنيت قصيدتي هذا غرور خاص، ما في زي قصيدتي بدون لحن، وهي شامخة تمشي بنصي بنبضي. الأغنية ممكن تضيف لا يعني لا ممكن ما تتردد يعني أذكر أنا أذكر شيء لبدر عبد المحسن، غنيت له أغنية من أعظم قصائد بدر، وكانت اللحن تعيس والأغنية تعيسة ونص عظيم بدون تحديد عشان ما أجرح أحد. سألوا وش رأيك في الموضوع؟ قال والله هذا مثل واحد مقصير تلبسه ثوب أطول منه ما يطلع زين عليه. فهذه القضية. أحيانا أنا شاركت بسيط والله أرحب ودي، لكن تحتفظ بكبرياء الشاعر، ما تحسس انه جاي تغني لي وانا اطلع عشانك غنيت لي، انا اقوم ارقص ومستانس. انت اللي المفروض انت اللي بحاجتي مو انا اللي بحاجتك، انت اللي بحاجه الكلام. كلكم في حاجه بعض يمكن، او كلنا بحاجه بعض على الاقل، مش انا اللي بحاجتك. انا مو ما يعطيني شهاده لا محمد عبد غنى لي ولا عباد الجوهر ولا عبد المجيد، كلهم اخوان وعلى راسي، بس انا ما اخذ شهاداتي منهم، انا اخذ شهادتي من شعري اللي اكتبه. مو غرور، احترام لنفسي واحترام لشعري اللي اكتبه. طيب هل مساعد الرشيد لا زال يستظل بنص سيف العشق هو نص الذروة؟ هل في ناس يقولون بعدها أنت وصلت الذروة؟ بعدها كتبت الكنة. أنا عندي الكنة تكنيكيا شعريا أفضل منها، وكتبت يعني هو فيه يعني أنت عندك عيال واجد
واحد يحبون الناس اكثر منه وكل عيالك طيبين، تزعل؟ لا والله ما يزعل، خلوا سيف العشق. بس انت صرحت في ذا لما سئلت عن هذا قلت انه مو بغلط الواحد يوصل لذروته. لا لا مو غلط، مو بعيب، مو بتدينوني فيه، لكن ان شاء الله يعني ان شاء الله انا حاسس ان قلبي هالايام يرفرف بيطلع احسن من سيف العشق. اي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نستفيد من رفرفه في الحلقه ان شاء الله يا رب. لا الحلقه الحلقه الجاي رمضان الجاي ما عندكم؟ لا طبعا نسوي لك على فكره. وين السحور؟ نسوي لك برضه. لا لا ما عليك، هين بسيط. خليني بس ايضا اروح الى مساله مهمه وهي مشكلتك مع الديوان المسموع. عندك مشكله انت مع الديوان المسموع؟ والله يا اخي مشكلتي في الروتانا، سوينا ديوان مسموع ولا سمعنا، حتى انا ما سمعته. ما وزع يعني؟ ما وزع كويس ولا عمل لازم. كانوا مهتمين في الفنانين اكثر. ولا انا اعرف انا لي جماهيريه ان شاء الله. انا شاعر لي جمهور. متى اخر امسيه انت سويتها؟ امسيه في الكويت. انا والمرحوم سعد بن جدلان الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه. قلت ان سعد بن جدلان هناك شعراء ما يحتاجون الاعلام، الاعلام يحتاجهم. طبعا. أي. سعد بن جدلان وزاره اعلام الحاله. ايش اكثر بيت استفزك سعد بن جدلان؟ خلوني اسجع الموضوع احسن لي، ولا الغلاء والله اللي يبطي وهو غالي. الله رحمه الله عليه. لعب فيها البيت. مساعد انت في كان لك مشاركه على مستوى في الجنادريه، على مستوى بريت لك مشاركه واحده مميزه، لكن على مستوى القصيده. قصيده ايضا واحده. قصيده عندك مشاركه واحده، وكان كل المحيطين او من يتابع ملف الجنادريه هناك شاعرنا الكبير خلف الله خلف بن هذا العتيبي، هو شاعر الوطن وشاعر الجنادريه. وذيك الليلة كانت ليلة عجيبة ومفاجأة للسعوديين، قال قصيدة ثم أنت أيضا. نعم. بعد ذلك وكأن أنا وثم هو. أي وكأن كأن كأنهم كأنه كان في تهيئة أن تكون أنت شاعر الحرس وشاعر الجنادرية وشاعر الوطن. نعم. قلت القصيدة طبعا صار في وانسحبت. أيوة وكان في لخبطة شوي يمكن فيها. أي كان في لخبطة. الله يرحم الأمير بدر عبد العزيز الله يمسي قبره بالرضوان والمغفرة. وقف لأنه أول ما بديت كان يبدو لي الصوت داخل عندي قريب من الملك عبد الله يرحمه، كان الصوت فحاول إني أبعد عن الميكروفون. أشر لي ورجعت، ما إحنا على الهواء الآن وأول مرة. رجعت قال لي لا يعني جالس يشيل لي من بعيد، فما قلت كذا طال عمرك قطعت القصيده كذا طال عمرك. قال جلس وبعدين يقول لي امير متى بيقول الله يلعنه وجلس. الله يرحمه. هذا سبب التلخ. اي بس كنت الحمد لله يعني مشيت القصيده. طيب ليش ما اكتمل هذا المشروع؟ شوف والله يا اخي انا بالنسبه للقصائد المناسبات الوطنيه انا ما افرض نفسي، يامروني من عيوني ودي، لكن الحمد لله في ألف شاعر يسد، انبغوني جاهز ان شاء الله ارفع روسهم، وانبغوا غيري يسدون، كل الان شعراء موجودين وقايمين في الواجب. مو بشرط انا بيني وبينك بعد انا ما احب كل سنه يعني اطلع وكل شوي يعني تصير متعبه شوي. انا في عندي تمرد شوي. حلفت لما اقولها لك وانا حي الا اذا قلت انسني. قلت لك لا. هذا البيت لك؟ نعم بيتي. طيب كيف تفاجأنا انه مركب على قصيده ثانيه وغنى؟ الله يرحمه الامير خالد بن يزيد عجب في البيت وكمل، بس واوضح كذا قبل ما يموت الله يرحمه. وكان في تنسيق بينكم؟ لا والله ما كان تنسيق، كانت في مونه يعني. ايه بس انت ما كملت القصيده؟ لا ما كملتها هذه كتبتها في البدايه، تصدق اني كنت ناوي ارميها بالزباله بعد. وبيني وبينك حتى ما اكون يعني اكون امين معك، حلفت لا ما اقولها لك وانا حي، استوحيتها من ما قال لا قط الا في تشهده. إيه؟ لولا تشهده كان يعني هي سرقه في سرقه. ايه فانت بالتالي ما في بداياتي هذه يمكن في 1400 كتبت. تروح لذا الجو كثير يعني تحاكي ابيات؟ انا صياد، لو شاعر يقح ويعجبني في شيء التقط منه، ما اخلي شيء، انتهازي ابدا. زي ايش؟ انتهازي. لا انت اليوم صريح، زي ايش مثلا؟ اي شيء ما والله ما اذكر، بس انا انتهاز لكني اجيبها بطريقتي. يقول السلام عليكم وانا اجيب السلام عليكم، عجبتني السلام عليكم وانا اجيبها بطريقتي انا، ولا يدري اني انا جبتها بطريقتي انا. طيب خلني ايضا فيه في تحدث لمجله العراب عام 2009 ذكرت ايضا ما نصه، انا اقرا لك نصه. ايه هناك صحفي محسوب عليك في الساحه الشعريه. انت تقول انت انه في صحفي محسوب عليك في الساحه الشعريه يحاول ان ينهي مسيرتك. بالله اتركنا من الموضوع هذا. هل انتهى الموضوع؟
انتهت يا زلمه. طيب اليوم، اليوم فيصل بعد السنين ندمان على بعض تصريحاتك الصحفيه، انت انفعالاتك؟ والله ما عاد ينفع الندم، راحت في الماضي لا تفكر فيه، انتهى خلاص. بس تزعل؟ لا والله الحمد لله. طبعا اكيد، بس انا الحمد لله انا نية زينه والحمد لله ما قلت شيء اسالي الحمد لله. يعني انا كثير ترى الامانه يعني اوكي احيانا يكون الواحد شويه يعني زعول، لكني انا الحمد لله مؤدب ان شاء الله، ما اخطيت في حق احد ولا اخطي ان شاء الله في حق. نعم خليني بحاول، في طلبات كثيره اني قبل ان اوصل هاشتاج ما شاء الله مولع وتفاعلكم رائع يعجبني كثير. في لا تواضع للوضيع، يضيع قدرك. يقول وكل امرك للكريم ويسمح امرك، كل ما تطري على بالك، كل ما دكت على بالك وكل امرك، كل ما دكت على بالك روابع، وافرد همومك على سجاد صدرك، لا تضيقها وحلم الله واسع، واحسب حساب الرداء والطيب وادرك كان مع واحسب حساب الرداء واعرف اسباب الرداء والطيب وادرك كان ما عندك على النماس مانع، وزم روحك بين جنحانك ووكرك وزم روحك بين جنحانك ووكرك كان مع معليش وكل امرك للكريم ويسمح امرك، كل ما تطري على بالك روابع، وافرد همومك على سجاد صدرك، لا تضيقها وحلم الله واسع، واعرف اسباب الرداء والطيب وادرك واحسب حسابك من الليله وطالع، وزم روحك بين جنحانك ووكرك كان ما عندك على النماس مانع، لا تطاول في قصير الشبر شبرك، ولا تنازل عن شيمك ولا تراجع، ولا تسمع باهتين الذوق شعرك وانت شعرك من عروق البرق راضع، ولا تواضع للوضيع يضيع قدرك، ما انت مجبور على بعض التواضع. الله الله الله، صح لسانك صح لسانك. ايضا نبغى نسمع شعر، في شيء جديد؟ والله يا اخي انا ما خاب الذاكره، بس في نص تقريبا جديد. علموا مظنون عيني عن جديد اخباري، ان بغى يشمت بحالي وان بغى ياويلي، وحلفوا قهوة صباحة لا تبيح أسراري، انرشف منها شوية وارتوى من ديلي، وطمنوا قلبه وقلبه هو مظن الداري، هو دفاوت حلم ليلي، هو دفاوت نور صبحي، هو بشاير ليلي، أغيد كنا البراري في يديه سواري، أهيف كنا الغمايم في يده قنديلي، لاعب في حسبة أهلي رافع مقداري، راضي كافر قاري توراة صبري، كافر بنجيلي، أولا هو ثلج روحي، ثانيا هو ناري، ثالثا هو نور عيني، رابعا يا ويلي. الله الله الله، صح لسانك. أنت الشعر التفعيلة بعيد ولا قريب؟ لا والله أنا معجب فيه لكن ما 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 مش جيد فيه، فاشل فيه باختصار. جربت؟ جربتي جربت. انت نسيتي وش تصنفها؟ غنائيه. كتبناها على اللحن. بس غنائيه اكتب ولا تفكر، لكني ما اجد نفسي، انا اجد في القصيده العموديه فقط، يعني اجد نفسي كذا، وليش اتشتت يعني؟ ولا انا يعني حتى قراءاتي في الشعر الفصحى انا اقرا محمود درويش وعبد الله السيخان ومحمد الثبيتي احفظهم. قد كتبت فصحى؟ لا ولا اعرف اوزن بيت واحد في الفصحى، صدق؟ معني انا احفظ يعني حتى في اللغه العربيه، انا في الدراسه انا ما ذاكر ليله الادب وليله القواعد، ما ذاكر اجيب 100%، لكني مش جيد يعني. كيفك مع الكوره؟ قد لعبت في ضمك انت؟ ايه دربت مع ضمك، التحقت في ضمك انا ومحمد سويد الله يذكره بالخير، يمكن تقريبا سنه، وانا كنت لاعب جيد يعني حواري. الحواري وش كنت تلعب؟ كنت العب في الهجوم وكنت العب في الحراسه. انت يا يمين يا يسار؟ تعرف لاعب المكسيك اللي كان حارس ومهاجم؟ أيه. كنت كان لك حد قريب يعني. اي مع النصر الحين. ايش سر تعلقك بالنادي الاهلي؟ قلت لك هو الجزء الحجازي الجميل فيه. النادي الاهلي مبروك عليكم القدر الجميل، الله يبارك فيك. الله مبروك على جماهير الاهلي، اعظم جماهير في العالم. وانا اقول لك شيء، اتحدى في تاريخ الكره الرياضيه نادي يبقى 30 سنه بدون بطوله دوري وفي اخر مباراه جمهوره اكثر جمهور يحضر المدرج، هذا الجمهور المجنون. الاهلي عشق جميل لي، فرحه. كنت زعلان، قلت زعلان انت من التغطيه، هاجمتهم في تويتر. طبعا كانت تغطيه، قلت ما لي قول هذه الليله. كانت مخجله، بس كانوا ما يقدرون يطلعون الاهلي وفايز، صعبه صعبه صعبه، كان صعبه وانا ما الومهم. كان في مؤامره تقصد؟ والله يا اخي احسن الظن،
لكن كانت صعبه، ما قدروا يشوفون الاهلي ياخذ يرفع الدوري، رفع الدوري ورفع الكاس وبيرفع كوس كثيره. يعني مؤامره احسن الظن. طيب. وهي شكلها مؤامره كتب... في الاخير ما... ما... ما ما للاسف ما تفاعلوا مع البطل، كانوا اصغر. ايه طيب كتبت شيء في الاهلي؟ واجد. غب 30 عام ورد مجدك بليله، ليلتك عن سنين وعامهم عن ليالي. في قصيده ان شاء الله راح القيها في حفل الاهلي قريب. يلا نسمع، خلنا نسبك. لا ارسل. طيب عند البيت عشان يقصون الاهلاويه. هم حظين الاهلاويه. لا 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 عشان يقصونه من اهل رمضان. ما اقدر. غب 30؟ لا. غب 30 عام ورد مجدك بليله، ليلتك عن سنين وعامهم عن ليالي. 30 سنه جابها بليله الاهلي، خلص على الامجاد كلها. الله يمسيه بالخير. تتوقع تقعدون 30 سنه ثانيه؟ لا اتوقع 30 سنه وهو بطل ان شاء الله. اتمنى لكم التوفيق. المحاكمه انتهت بردا وسلاما. بريء. ايه اسمي مكتوب. دايم مكتوب بس بريء. بعد الفاصل عفوا، بعد الفاصل هاشتاج اهل رمضان وهاشتاج مساعد الرشيدي في اهل رمضان. اهلا وسهلا بكم، مساكم الله بالخير. شكرا الحقيقه لكم على هذا التفاعل الرائع مع شاعرنا الكبير مساعد الرشيدي من خلال الهاشتاجين، هاشتاج مساعد الرشيدي في اهل رمضان وايضا هاشتاج اهل رمضان. هلا فيك. يا هلا فيك. راح نبدا. طيب ولا يهمكم، بس يا شباب ما يشتغل هذا. طيب ناخذ اول ابو محسن الزهراني. هل لديك قصائد شقر عرضه وهل تتذوقها؟ والله شوف كثير اتذوقها. انا هي اللي زادت، يعني زادت من ثقافتي، الهمني الموروث الشعري الجنوبي العريق الجميل. كنت العب في عرضه وانا صغير، لكن يعني ما استمريت فيها. لعبتها انا لعبت انا شاعر قلطه في البدايه. وشاعر عرضه وشاعر قلطه. من قابلت من شعراء العرضه وشعراء؟ لا ما قابلت، يعني هذا كنا نلعب يعني شعراء على مستواي، كنت شباب يعني في 19 18 سنه، بس كنت احبه ولا زلت. لا انا احسن واحد يعني يجيد الرقص العرضه. طيب لو تبغى اقلد لك الحين. لا مو بقلد ان شاء الله سوا بس. طيب في اليامي 911 ان شاء الله يمسك بالخير، يقول في قصيده في الحد الجنوبي نبيها تكفى علي يطلبها. والله انها شرف اني اقولها، لكن انا اذا ما احفظها اخاف اشوهها. والله ما احفظها. ما هي عندك؟ والله ما هي عندي. طيب ندورها خلال للاسف والله ما هي معي. طيب ايضا في نفس الوقت في منيره العتيب تقول شخصيه المساعد تخسر كل معاني الثقه. الناس تمدحك كثير وتحبك وانت شكلك طولت عليهم. لحظة الناس دائما عندها مشكلة في هذا الصمت، لكن لأن في أسئلة مكررة. أيضا في نفس الوقت الناس تسأل عن الجديد، قلنا بعض الجديد. أي في أثر على حجر يقول ودنا نسمع القصيدة اللي آخرها الشطر مكسور عمدا. وهذه قصيدة قديمة يا أخي، يحبون الناس يحبون الشر. والله قصيدة كسرت عمدا هجائية يعني، يعذرني منها. ما تبغى تقولها؟ لا طبعا. طيب احنا في رمضان يا رجال، عين خير. طيب نسمع قصيدة الصيف. نسمع. الصيف عدى لا شجون ولا حدث، والربع يا احمد لا سلام ولا كلام، مروا مثل حلم على شوفي يبس، واغضوا مثل علم تقفاه الملام، والدمع لا منه وصل عيني نكس، عيا يسيل الدمع ملعون الرحام، والدار من مده خلي من الونس، والوقت تالي ما يشد بالحزام، حفيت مداويري وانا نشد وعس، وين المقام اللي على قد المقام، لولا عيون اللي ليا منه نعس، اركى هدب عينه على قلبي ونام، خرس مظاليله تقل صفه حرس، لاس الهملي تقل يضرب لي سلام، إن مال عذب ختلني ختلة العطر وهمس، واروى معاليقي عقب ماهي هدام، هالوردتين اللي وصد
صدري غرس من غيمتين من وراء طرق اللثام، إن جاء المال يهوس والركز عمره هوس، ونسج ضعنا من غمام اللي غمام له لفتة قرمة وله هيبة فرس وله بالحشاشيمة وقيمة واحترام، ونقام محد من حوالينا جلس كنا يقول من حوالينا قيام. الله الله الله. طيب في سلطان اليام يقول قصيد صوت كلي بقالي، وش سالفتها؟ والله السالفة تحتفظ فيها نفسي، يعني هي طبعا يعني واضحة من المعنى، انه انت انسان كان ما يجمعك معاه الا الصوت، انقطع الصوت، صوتك اللي بقالي من ليالينا، عاد لا غاب صوتك وايش يبقالي، هذا واضح يعني. نعم. طيب انت شكلنا تعبناك اليوم بالقصايد، بس طلبات الناس واجد. والله ما تعبت منهم. هذا من طيبك وشكرا الحقيقة لسعاد صدرك. مستمتع للأمانة. أسيل الغرام يقول هل يتضايق إذا له منافس في الشعر؟ لا، لو ما لي منافس ماني شاعر جيد. لا، لو لك منافس تضايق منافسين؟ موجودين منافسين ولا يزال لي منافس. من الشاعر اللي حتى لو ما لي منافس أخترع منافس؟ من الشاعر اللي يستفزك يعني يستفزك؟ كثيرين والله. ها؟ والله كثير. اليوم من الجدد خلي جيلك. والله الجديد ما احفظ الاسامي، لكن الامانه احيانا انا وانا في التويتر عن طريق التويتر احيانا اشوف لي بيت شعر ودي اروح واطلع وادور هذا الرجال واسلم على راسه على البيت اللي كتب هذا. للامانه في شعر جميل، في شعر جميل ويظل في شعر جميل للابد يعني. لكني انا رافع رايه التحدي بدون شك يعني. من نفسك يغني لك من اشعارك من غير اللي غنوا؟ في احد لسه ما غنى لك ودك يغني لك؟ اي صوت جميل، ودي فيروز. طيب من الخليج؟ الخليج الجسمي. في نص تحس انه يشبه الجسمي؟ ما ادري والله. هو هذا ليش الجسمي؟ راجع له. ليش الجسمي؟ صوت جميل. صراحه صوت جميل وفنان مجتهد مركز على عمله جريء يعجبني. طبعا في ناس كثير والله تشيد فيك وتسلم عليك. الله يمسيهم بالخير. انا لا شيء بدونهم. في ايضا في علي يقول اسأله متى يترقى لواء قريبة. والله إذا كتب الله ان ترقينا احنا تحت الأمر وانت قعدنا فالحمد لله. طيب فيه اي اف يقول قصيدة يذيب يلي بالحناية. ايه بس خلني ادورها كاملة. طيب يذيب يلي بالحناية لقنيب، اتلفتني بعواك يا مال التلف، دور لجوعك رجل والهمي شعيب، ودور لعيني نوم لو كان سلف، من بارحة لولا وانا ودي وجيب ثواري منها شعر راسي وقف، تزاحم الضيقات بالصدر الرحيب، نفتح ملف الهم ونقفل ملف، يلا بجاهك من ترديت النصيب، وبحماك يلا من مقاشير الصدف، نشيب ورموش الليالي ما تشيب، ونعف وصدوف الليالي ما تعف، وكم خاب ظن كنت أظن ما يخيب، وكم بارة والأصحاب فينا للأسف، وكم صالفة بقعة عساها للذهيب، وفي عز شدتها قلبناها ترف، نقدم على رقى المنابر ما نهيب، وإن جات ولا ما على الدنيا حسف، نحيا حياة أحرار وافين راضين النصيب، ونموت ما تاطالنا الدنيا طرف، ونكسر خطاوينا عن الدرب المعيب، والما قفل لي يبهج الخاطر نقف ونطيب، لو عيت ليالينا تطيب، فضل من اللي جمل الحال ولطف، ونطيب لو عيت ليالينا تطيب، فضل من اللي جمل الحال ولطف، وغصب على الوجه الكريه المستريب، وغصب على الرديان من شق وطرف. طرف الله صح لسانك. في خالد ملفي يقول هل بينك خلاف مع فيصل بن تركي، وهل سبق عرض عليك عنصرية نادي النصر والرفض؟ أتمنى الإجابة. فيصل بن تركي من أغلى الرياضيين الموجودين في العالم عندي، صديق وأخو وحبيب وفخور فيه. أنا أصلا أحب النصر لأسباب كثيرة، لماجد عبد الله والفيصل بن تركي وعبد الرحمن سعود وفهد عافت. ايه؟ أنا أحب النصر. هذه البراتك لحب النصر والجمهوره له واللعبه. طيب انا احب كل الانديه السعوديه العظيمه، احبها الرياضه السعوديه رياضه. طيب يعني رساله من اجمل رسالات الوطن. طيب اخيرا بنختم في هذا، في طلب الطريق الطريق المظلم المهجور. خوفني مشاوير، والله اني بقول اللي احفظ منها، خوفني مشاوير الطريق
المظلم المهجور. وأنا لما ذكرتك قلت طولي يا مشاويري عزاينك رجاي العذب لو كل الدروب عثور. وصلت أو ما وصلت تعرفك ما أنت منتظر غيري حبيبي وكل الله لا تحس بني بليد شعور. لو أنت المستحيل الصعب ما بديلك معاذيري أحد ربي يحطك لحبيب وما يجي غرور. أنا ليه هلتفت للناس وعيونك جماهيري هذا اللي أحفظه الله صح لسانك. عذروني راح يحاول طبعاً أبو فيصل من بكرة إن شاء الله والليلة يتواصل أو يتجاوب معكم من خلال الهاشتاجين قدر المستطاع. الوقت داهمنا. أشكر تفاعلكم. أشكرك أبو فيصل. فقرة هاشتاج يا أهل رمضان هاشتاج مساعد الرشيدي في أهل رمضان انتهت. بعد الفاصل السحور يا أهل رمضان مع ضيوف مساعد الرشيدي الأعزاء اللي جونا من المملكة العربية السعودية. أهلاً وسهلاً بكم. وصلنا إلى فقرة السحور مع شاعرنا الكبير مساعد الرشيدي وضيوف الأعزاء. ضيوف الحقيقة جونا من السعودية العميد غازي العكشان المطيري. أهلاً وسهلاً بك. أهلاً فيك. سعيد بوجودك. أنا أسعد وسعيد. وأيضاً يشرفني أن يكون معي فيصل مساعد الرشيدي. شرف لي وأنا أخوك. أهلاً وسهلاً فيك. نجد الشاعر الكبير. شكراً الحقيقة لحضوركم. أنا دائماً الحقيقة وعلي فرصة لكم تفضفون. دائما أسأل الضيوف وش أسوأ شيء في ضيفي. يعني بسألك عميد غازي أسوأ شيء في مساعد الرشيد. طبعا أنت قصة عمر يعني أي يعني أنتوا في الكلية في المدفعية في يا شبلي حتى في الترتيب أنا الخامس والسادس. طبعا مساعد طبعا أنا في البداية يعني أنا أخذت عهد على نفسي بعد وفاة الملك عبد الله أنه أنا ما أطلع في أي برنامج وهي اللقاء وعلى مباشرة إلا أطلب من المشاهدين ومنكم الدعاء للملك عبد الله الله يرحمه الله يرحمه الله الملك عبد الله هذا ابو انا ابوي مات مرتين لما مات ابوي ولما مات الملك عبد الله الله يرحمه يجمعنا وياه في الجنه ان شاء الله. طبعا مساعد يعني خذ راحتك رفيق عمر وشعر وزماله وصداقه لكن غازي شاعر على بال لكن الليله انا بستلمه يعني اي لا هذا المطلوب. طبعا من اكثر عيوب مساعد طبعا انا طبعا على فكره كثير عيوب مساعد اكتسبتها منه. تصدق يا علي وانا في الاخير اكتشفت انه ثلاث ارباع عيوب مساعد مزايا. كيف مساعد فوضوي فوضويه غير طبيعيه انا اعتبرها ميزه صراحه صدق انا جربتها اكتسبتها منه وجربتها لقيتها ترتيب ممل لقيتها يعني صراحه ميزه واستمريت عليها. مساعد عرقوب الزمن. كيف مواعيد مضروبة؟ طبعا مساعد مواعيد مضروبة خاصة مع اللي يمون عليهم واللي يحبهم يعني يعطيك موعد انسى انه يا في موعده ما يجي ولا ما يجي على الزمن والله غازي الان لا والله الزمن يعني والله احنا وعدنا وجاء الموعد على الموعد قبل الموعد جاي. طيب فيصل انت هذه فرصه تفضفض ولا تخاف بقول اللي اقدر عليه. اول شيء بيتوتي ما يطلع ما شبلنا بالبيت. ثاني شيء ذبحنا بالبلوت اجز تفوز عليه كسر راس او عماني مشكلته يعني اللي اشوفها اكبر شيء اهلاوي لا والله مشكله. انت هلالي فيصل؟ ايه هلالي. طبعا فيصل بس فيصل في الجامعة الآن ما شاء الله منا لك التوفيق. وش بعد يبدو لي أنت تعاني مع الوالد أعتقد فرصة تاريخية لك أنك تفضل. والله يعني بس هو عزوتي وتاج راسي وهو المحفز لي دائما الله يخلي لك وما نبي إلا أرضاه طولة عمره. والله أبشرك أني راضي عنك الحمد لله فخور فيك. طيب فيصل ما قد جربت تكتب شعر؟ لا والله بعيد عن الموضوع يعني متذوق فيصل بس احب الشعر بس الكتابة لا. وموصي امهم حتى لو اموت لا يكتبون بعدي اخاف يطلع لي ولد انه يكتب لي قصيده ما هو بزين ثم يخرب اللي سويناه كله. تدري يمكن يصير ازين منك بعدين يمكن يصير ازين اذا قدرت ان شاء الله بس تذكروا صيد جدك. طيب قبل ما كنت موجود عميد غازي قال لي مساعد ترى غازي شاعر جميل بس ما يطلع اي مو كثير فاليوم اذا ممكن نسمع منك شيء
احنا ما كذا لا نسمع قصيده كذا خيانه ان اتفقنا نجي نحش نساعد انا كسحر انا مش يعني لا لا شو شوف طبعا اذا اذا مساعد يطلب مني شعر ما اقول معناتها انه انا ما احترم ذاقة مساعد طبعا لا يعني اي شعر في الدنيا للامانه يعني اي شعر في الدنيا في حضره مساعد يبقى كلام فانا طبعا نزول عند رغبتك تكتب شعر جميل يا غازي سمعنا بس راح اسمعكم يعني خمسة ابيات يعني قصيده قصيره يعني يقول يعني على بال تنسى وكيف وشليبك وانا انشغل فيك لا جيت انشغل عنك شغلتني فيك بس امشي وهذريبك ودروبي منين امشيهن يمرنك تزعل وراضيك تزعلني شو اسوي بك ادور رضاك بالليبه عشان انك يا كثر ما كانت ايامي تماريبك ويا كثر ما كنت تسمح واقترب منك ويعني علشان لما جيت اهليبك تقوم تحرم عيوني لا يشوف انك هيا تردك لي الايام وتجيبك ثم عاد اوريك شلون اعتذر منك يا سلام صح لسانك صح لسانك ابو فيصل وش الشيء اللي كان ودك تقوله وما اسعفنا الوقت في الحلقه لك الوقت والله ما في بالي شيء الحمد لله يعني الليله سعيد في لقائي معكم ولقائي معك شخصيا واتمنى بس دعواتي للوالدي ان الله يشفيه ويسلمه لنا ويرزقني بره ووالدتي وايضا لا انسى ابطالنا على الحدود يسعد مساهم صباحهم وليتني معهم اي والله نوجه لهم تحيه هذول اللي حمات الحد واللي تمنيت لهم بالتوفيق انا الحقيقه اشكرك شكر عميق عفوا طال عمرك يعني اشكر غازي واشكر فيصل على الحضور شكر لله تشريفنا شكر لله تملك والمساعد وانتم اكرمتونا انكم معكم موجودين العفو سعد انت جميل ومساءنا معك كان جميل وكل ما مرت دقيقه صار اجمل ممتن جدا لهذا الحضور البهي طول عمرك ان شاء الله نشوفك دائما ان شاء الله على خير شكرا لكم انتم لانكم دائما تخصصون جزء من وقتكم لمتابعتنا في اهلا في اهلا رمضان طبعا ويا هلا غدا ضيفتنا الفنانة السعودية وعد التي يبدو أنها يمكن تقفل الطلب وتخش تمثيل غدا نشوف مثلا جميلة طبعا صحيح في أمان الله